بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 82 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 36 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولا نزال في المسألة الأولى التي خصصها الإمام للحديث عن عصمة الأنبياء عليهم السلام، حيث بيّن أن الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى أقسام أربعة: الأول يتعلق بالاعتقاد، والثاني بالتبليغ، والثالث بالفتيا، والرابع بالأفعال. وبعد أن ذكر الإمام الآراء المختلفة في كل قسم منها، بيّن أن المختار عند أهل السنة والجماعة هو عصمة الأنبياء عليهم السلام في هذه الجوانب الأربعة، وعدم صدور الذنوب عنهم حال النبوة، وعزز هذا الرأي ب16 دليلا. ثم شرع في ذكر أدلة المخالفين والرد عليها فقال: أما المخالف فقد تمسك في كل واحد من المواضع الأربعة التي ذكرناها بآيات، ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما سيأتي في هذا التفسير إن شاء الله تعالى. يقول: أما الآيات التي تمسكوا بها في باب الاعتقاد فثلاثة: أولها تمسكوا بالطعن في اعتقاد آدم عليه السلام بقوله تعالى في سورة الأعراف: طعنوا في اعتقاد آدم عليه السلام، مستدلين بقوله تعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قالوا، مبينين وجه الاستدلال بهذه الآية، قالوا: لا شك أن النفس الواحدة هي آدم، وأن زوجها المخلوق منها هي حواء، فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما. فقوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، يقتضي صدور الشرك عنهما. يقول الإمام: والجواب: لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وليس في الآية ما يدل عليه، بل نقول: الخطاب لقريش وهم آل قصي بن كلاب، والمعنى: خلقكم من نفس قصي وجعل منها أو من جنسها زوجة عربية ليسكن إليها، فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد قصي، والضمير في يشركون لهما ولأعقابهما، أي لقصي وزوجه ولأعقابهما. يقول: فهذا الجواب هو المعتمد. وثانيها، أي ثاني الآيات التي استدل بها القائلون بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام في جانب الاعتقاد، قالوا: إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عالما بالله ولا باليوم الآخر. أما الأول فلأنه قال في الكواكب: هذا ربي، يشيرون إلى قوله تعالى في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم قال تعالى بعد ذلك: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم قال: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وأما الثاني، أي أنه لم يكن على علم باليوم الآخر أو على معرفة باليوم الآخر،
استدلوا بقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول الإمام: والجواب أما قوله هذا ربي فهو استفهام على سبيل الإنكار، أي ليس إقرارا، بل الاستفهام هنا خرج أو قوله هذا ربي استفهام على سبيل الإنكار وليس إقرارا بأن هذه الكواكب هي أرباب. وأما قوله ولكن ليطمئن قلبي فالمراد أنه ليس الخبر كالمعاينة. وثالث الآيات تمسكوا بقوله تعالى في سورة يونس عليه السلام مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فدلت الآية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان في شك مما أوحي إليه، هكذا استدلوا بهذه الآية. يقول الإمام: والجواب أن القلب في دار الدنيا لا ينفك عن الأفكار المستعقبة للشبهات إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيلها بالدلائل. وأما الآيات التي تمسكوا بها في باب التبليغ، أي تمسك بها القائلون بعدم عصمة الأنبياء في باب التبليغ فثلاثة. إحداها قوله تعالى في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قالوا: فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان في الوحي. والجواب: ليس النهي عن النسيان هنا الذي هو ضد الذكر، النهي عن النسيان ليس نهيا عن النسيان الذي هو ضد الذكر، لأن ذاك غير داخل في الوصف، بل عن النسيان بمعنى الترك. إذن هنا النهي عن النسيان بمعنى الترك وليس النسيان الذي هو ضد الذكر. يقول: فنحمله على ترك الأولى. إذن النسيان المنهي عنه هنا ترك الأولى. وثانيها، أي ثاني الآيات، قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقول الإمام: والكلام عليه مذكور في سورة الحج على الاستقصاء. يقول الإمام في تفسير سورة الحج بعد أن ذكر قصة الغرانيق: هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين، أي قصة الغرانيق يقول رواية عامة المفسرين الظاهريين، لأنهم قالوا سبب نزول هذه الآية قصة الغرانيق. أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة، واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. إذن الإمام رد هذه الرواية من حيث النقل ومن حيث العقل. يقول: أما القرآن فوجوه، أحدها قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وثاني الآيات قوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وثالثها قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى في الحال، وذلك لا يقوله مسلم. إذن الله عز وجل قال في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قصة الغرانيق أنه قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى. يقول الإمام: فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية قوله تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى في الحال، لأنه قال: وما ينطق عن الهوى، وهنا قوله تلك الغرانيق العلى نطق عن الهوى، فيظهر كذب الله تعالى في الحال والعياذ بالله، وذلك لا يقوله مسلم. ورابعها قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يقول: وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الأمر كذلك، أي قرب أن يفتنوك لكنهم لم يفتنوك. وخامسها قوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول: وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لانتفائه،
غيره، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فدل على أن ذلك الركون القليل لم يحصل. وسادسها قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، وسابعها قوله سنقرئك فلا تنسى. إذن هذه الآيات ترد قصة الغرانيق. يقول أما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة، وصنف فيه كتابا. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن، وليس فيه، أي ليس في حديث البخاري رحمه الله، حديث الغرانيق. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق. وأما المعقول فمن وجوه، أحدها أن من جوز على الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم الأوثان فقد كفر، وهذه القصة الموضوعة تدل على تعظيم الأوثان. يقول فقد كفر لأن المعلومة أو لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه صلى الله عليه وسلم كان في نفي الأوثان والطعن فيها وتسفيه من يعبدها، فكيف يعظمها؟ وثانيها أنه عليه السلام ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا أذى المشركين له حتى يستمعوا إليه وهو يتلو القرآن، حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه، كانوا يؤذونه، وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا. فإذا صلى عند عدم حضورهم فكيف يسمعونه؟ أو في أوقات خلوة، وذلك يبطل قولهم. وثالثها أن معاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر، فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سجدا مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم؟ ورابعها قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، وذلك لأن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها. فإذا أراد الله تعالى إحكام الآيات لئلا يلتبس ما ليس بقرآن بالقرآن، فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى. الله عز وجل يمنع الشيطان من أن يلقي هذه الكلمات. وخامسها وهو أقوى الوجوه، يقول أن لو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه، يعني هذا يؤدي إلى تطرق الشك في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لارتفع الأمان عن شرعه، وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك، أي أن يكون من إلقاء الشيطان. وهذا يبطل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه، يعني من يدعي الزيادة في الوحي هو يطعن في الوحي تماما كمن يدعي النقصان. فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة، أكثر ما في الباب أن جمعا من المفسرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر، وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة. يقول الإمام وثالثها، أي ثالث الآيات التي استدلوا بها على وقوع الزلل أو الخطأ من الأنبياء عليهم السلام في باب التبليغ، قوله تعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط في تبليغ الوحي من جهة الأنبياء عليهم السلام لم يكن في الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة. يقول الإمام والجواب لما لا يجوز أن تكون الفائدة أن يدفع ذلك الرصد
الشياطين عن إلقاء الوسوسة، أن يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة. أما الآيات التي تمسكوا بها في الفتيا فثلاثة، إحداها قوله تعالى في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يقول الإمام: وقد تكلمنا عليه في سورة الأنبياء عليهم السلام. قلت: رجح الإمام في تفسيره لهذه الآية أن داود وسليمان عليهما السلام اختلفا في الحكم، ثم بين أن الحكمين الصادرين عنهما يمكن أن يكونا مبنيين على النص أو على الاجتهاد. إذن بين أن داود وسليمان عليهما السلام اختلفا في الحكم، ثم بين أن الحكمين الصادرين عنهما يمكن أن يكونا مبنيين على النص أو على الاجتهاد، ثم قال: على تقدير أن ثبت قطعا أن تلك المخالفة كانت مبنية على الاجتهاد، فهل تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيب أو الكل مصيبون؟ يقول: الجواب: أما القائلون بأن المصيب واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى: ففهمناها سليمان. قالوا: الاجتهاد واحد يخطئ وواحد يصيب، أو الكل مصيبون. يعني إن قلنا بأن الحكم بني على الاجتهاد، بأن حكم داود وحكم سليمان عليهما السلام بنى كل واحد منهما حكمه على الاجتهاد، فهل تدل هذه القصة على أن المصيبة من المجتهدين واحد أو الكل مصيبون؟ الجواب: أما القائلون بأن المصيبة واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى: ففهمناها سليمان، أي أن سليمان عليه السلام هو الذي أصاب في الحكم. قال: ولو كان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بهذا التفهيم فائدة. وأما القائلون بأن الكل مصيبون ففيهم من استدل بقوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، ولو كان المصيب واحدا ومخالفه مخطئا لما صح أن يقال: وكلا آتينا حكما وعلما. يقول الإمام: واعلم أن الاستدلالين ضعيفان، أي من استدل على أن المصيبة واحد استدلاله ضعيف، وكذلك من قال بأن الكل مصيبون أيضا استدلاله ضعيف. يقول: أما الأول فلأن الله تعالى لم يقل إنه فهمه الصواب، فيحتمل أنه فهمه الناسخ، ولم يفهم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغ، أي لم يبلغه الناسخ، لم يبلغه الناسخ. يقول: وفي هذه الحالة كل واحد منهما مصيب فيما حكم به. إذن هذه القصة لا تدل على وقوع الخطأ في الفتية. وأما الثاني فلأنه تعالى لم يقل إن كلا آتيناه حكما وعلما بما حكم به، بل يجوز أن يكون آتيناه حكما وعلما بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام، على أنه لا يلزم من كون كل مجتهد مصيبا في شرعهم أن يكون الأمر كذلك في شرعنا. وخلاصة القول أن الإمام أو أن هذه القصة لا تدل على وقوع الخطأ من داود عليه السلام في باب الفتية. وثانيها أي ثاني الآيات قوله تعالى في أسارى بدر حين فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذه الحكومة، يعني في هذا الحكم، وإلا لما عوتب. وثالثها قوله تعالى في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا حكاية عن المنافقين. يقول الإمام: والجواب عن الكل أننا نحمله على ترك الأولى، أننا نحمل هذه الآيات على ترك الأولى، العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال وفي سورة التوبة. يقول: نحمله على ترك الأولى وليس على الخطأ في الحكم أو في الفتية. وأما الآيات التي تمسكوا بها في الأفعال فكثيرة. يقول: الآيات التي تمسكوا بها أو استدلوا بها على وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال فكثيرة. أولها قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من سبعة أوجه. يقول: الوجه الأول أنه كان عاصيا، والعاصي لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة، وإنما قلنا إنه كان عاصيا لقوله تعالى في سورة طه: وعصى آدم ربه فغوى.
وإنما قلنا إن العاصي صاحب الكبيرة لوجهين: الأول أن النص يقتضي كونه معاقبة لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. إذن قالوا آدم عصى بنص القرآن الكريم، والعاصي يكون معاقبة لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فلا معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك، لا معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك، يعني لا معنى للعاصي إلا أن يكون صاحب كبيرة لأنه معاقب. الثاني أن العاصي اسم ذم، فوجب ألا يتناول إلا صاحب الكبيرة. الوجه الثاني في التمسك بقصة آدم عليه السلام أنه كان غاوية، قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، والغي ضد الرشد لقوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فجعل الغي مقابلا للرشد. الوجه الثالث أنه تائب، والتائب مذنب، وإنما قلنا تائب لقوله تعالى، قلنا إنه تائب لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال تعالى في آية أخرى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وإنما قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب، والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلا للذنب، فإن كذب في ذلك الإخبار فهو مذنب بالكذب، وإن صدق فيه فهو المطلوب. الوجه الرابع أنه ارتكب المنهي عنه في قوله تعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، وارتكاب المنهي عنه عين الذنب. الوجه الخامس سماه ظالما في قوله: فتكونا من الظالمين، وهو سمى نفسه ظالما في قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والظالم ملعون لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، يقول: ومن استحق اللعنة كان صاحب الكبيرة. الوجه السادس أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله تعالى له وإلا لكان خاسرا في قوله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وذلك يقتضي كونه صاحب الكبيرة. وسابعها أنه أخرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاء على ما أقدم عليه من طاعة الشيطان، وذلك يدل على كونه صاحب الكبيرة. ثم قالوا، أي القائلون بعدم العصمة: هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا للكبيرة، لكن مجموعها لا شك في كونه قاطعا في الدلالة عليه، ويجوز أن يكون كل واحد من هذه الوجوه وإن لم يدل على الشيء، لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالا على الشيء. يقول الإمام: والجواب المعتمد عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول: كلامكم إنما يتم لو أتيتم بالدلالة على أن ذلك كان حال النبوة، وذلك ممنوع، فلما لا يجوز أن يقال: إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان نبيا، إن لم يكن نبيا حال صدور الزلة عنه فلا تدل على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام، ثم بعد ذلك صار نبيا. ونحن قد بينا أنه لا دليل على هذا المقام، يعني لا دليل على أنه كان نبيا في وقت صدور الزلة عنه. وأما الاستقصاء في الجواب عن كل واحد من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام في تفسير كل واحدة من هذه الآيات. يقول: ولنذكر هاهنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من قوله: فأزلهما الشيطان. فنقول: لنفرض أنه صدر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد النبوة، هذا الاحتمال الثاني، فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال كونه ناسيا أو حال كونه ذاكرا. إذن القول الأول في رد هذه الشبهات أن الزلة صدرت عن آدم عليه السلام قبل النبوة. القول الثاني يقول: على فرض أنها صدرت بعد النبوة، فإما أن تكون قد صدرت عنه حال كونه ناسيا أو حال كونه ذاكرة. يقول: أما الأول وهو أنه فعله ناسيا فهو قول طائفة من المتكلمين، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول: ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه فيصير ساهيا عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو لا عن قصد.
لا يقال، يعني القائلون بهذا التأويل قالوا لا يقال هذا باطل من وجهين، أي ليس للمعترض أن يقول هذا باطل من وجهين، لأنهم سيذكرون يعني يفترضون أن المعترض سيذكر هذين الوجهين، لذلك هم يقولون لا تقول هذا باطل من وجهين. الأول هذا كلام المعترض وهم سيردون عليه، الأول أن قوله تعالى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وقوله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يدل على أنه ما نسي النهي حال الإقدام، يعني ليس للمخالف أن يقول آدم عليه السلام ما نسي النهي حال الإقدام لقوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. وروي عن ابن عباس ما رضي الله عنهما ما يدل على أن آدم عليه السلام تعمد، لأنه قال القائل ابن عباس رضي الله عنهما لما أكلا منها فبدت لهما سوآتهما خرج آدم فتعلق به شجرة من شجر الجنة فحبست، فناداه الله تعالى أفرارا مني فقال بل حياء منك، فقال له أما كان فيما منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك؟ قال بلى يا رب، ولكني وعزتك ما كنت أرى أن أحدا يحلف بك كاذبا، فقال وعزتي لأهبطنك منها ثم لا تنال العيش إلا كدا. للمخالف أن يحتج بهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. الوجه الثاني أي ليس للمخالف أن يحتج بهذا الوجه أيضا، لأن القائلين بعدم صدور الزلة في باب الأفعال عن الأنبياء عليهم السلام سيردون هذين الوجهين. الوجه الثاني وهو أنه لو كان ناسيا لما عوتب على ذلك الفعل، أما من حيث العقل العقل فلأن الناسي غير قادر على الفعل فلا يكون مكلفا به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما من حيث النقل فلقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، فلما عتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان، أي المتكلمون الذين قالوا بأن ذلك صدر على سبيل النسيان قالوا ليس للمخالف أن يحتج بهذين الوجهين، لأننا نقول أما الجواب عن الأول فهو أننا لا نسلم أن آدم وحواء عليهما السلام قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا صدقاه فيه، لأنهما لو صدقاه لكانت معصيتهما في هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة، لأن إبليس لما قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله عز وجل ودعاهما إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا فيه كون إبليس ناصحا لهما وأن الرب تعالى قد غشهما، ولا شك أن هذه الأشياء أعظم من أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة في ذلك أشد. وأيضا كان آدم عليه السلام عالما بتمرد إبليس عن السجود وكونه مبغضا له وحاسدا له على ما آتاه الله تعالى من النعم، فكيف يجوز من العاقل أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن؟ وليس في الآية أنهما أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام أو بعده، ويدل على أن آدم كان عالما بعداوته قوله تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو أثر مروي بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ وأما الجواب عن الوجه الثاني الذي قد يعترض به المخالف فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظ من أسباب النسيان، وهذا الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن الأنبياء عليهم السلام لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني التشديد يكون على قدر مرتبة الشخص. وقال أيضا إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، والحديث الأول رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء؟ قال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان صلب الدين اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما تبرح البلايا على العبد حتى تدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت أو فما فمسسته بكسر السين فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. وهذا ينسجم مع القاعدة الفقهية: الغنم بالغرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يقول الإمام: فإن قيل: كيف يجوز أن يؤثر عظم حالهم وعلو منزلتهم في حصول شرط في تكليفهم دون تكليف غيرهم؟ قلنا: أما سمعت؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم من التشديدات في التكليف ما لم يكن على غيره، فهذا في تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام على جهة السهو والنسيان. ورأيت في بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتى سكر، ثم في أثناء السكر فعل ذلك. قالوا: وهذا ليس ببعيد، لأنه عليه السلام كان مأذونا له في تناول كل الأشياء سوى تلك الشجرة، فإذا حملنا الشجرة على البر كان مأذونا في تناول الخمر. ولقائل أن يقول: إن خمر الجنة لا يسكر، لقوله تعالى في صفة خمر الجنة: لا فيها غول. وجملة القول أن الإمام ذكر أدلة المخالفين القائلين بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالاعتقاد والتبليغ والفتيا، وأجاب عن تلك الأدلة وردها، ثم بيّن أنهم استدلوا على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالأفعال، استدلوا بصدور الزلة عن آدم عليه السلام، وأجاب عن تلك الأدلة بأن آدم عليه السلام حال صدور الزلة عنه لم يكن نبيا. ولم يكتفي بذلك، بل بيّن أن تلك الزلة لو صدرت عنه حال كونه نبيا فإما أن تصدر عنه حال كونه ناسيا أو حال كونه ذاكرا. أما الأول فهو قول بعض المتكلمين، ذكر الإمام في تقريره وجوها وأورد اعتراضات عليها وأجاب عنها، وقد فرغنا من عرضها في هذا الدرس. وأما القول الثاني وهو كونه ذاكرا عامدا، فنقرأ كلام الإمام في تقريره ودفع الاعتراضات عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.